على ال لحظة كده، أنا عايز بس إيه أغير دي. أيوة كده ماشي. كلامنا النهاردة هيبقى على الريكتيلينير موشن. عشان نتكلم على الريكتيلينير موشن لازم نعرف أصلا الكورس كله على بعضه بيتكلم عن إيه. يعني إحنا الكورس بتاعنا اسمه الداينامكس. يعني إيه داينامكس؟ وهندرس إيه في الداينامكس؟ وهندرس من أنهي كتاب؟ وإيه التوبكس اللي علينا؟ طب التوبكس ديت في منها قبل الميد تيرم وفي منها بعد الميد تيرم. طيب أنا عشان أنجح في الكورس دوت محتاج أذاكر إزاي وأعرف إيه وأحل إيه كل الكلام دوت؟ تعالوا نقوله سريعا كده في الصفحة اللي مفتوحة قدامكم. دلوقتي الكورس بتاع الداينامكس بيتقسم نصين. الكورس بتاع الداينامكس متقسم معايا لنصين. النص الأولاني اسمه كاينيماتيك، والجزء الثاني اسمه كاينيتيك. طب أنا لما كنت أخدت معاك يا دكتور حاجتين، أخدت بارتكل وأخدت ريجيد بادي. أخدت بارتكل وأخدت إيه؟ ريجيد بادي. إحنا في الداينامكس هنا هندرس الداينامكس أوف بارتكل، ده اللي كنا بنقوله من شوية. الساوند، الناس تقفل المايك بتاعها. أفعل يا جماعة محدش يقاطع الشرح بفتح المايك. دكتور معلش الصوت بيقطع وفي لغوشة كده. الصوت بيقطع وفي لغوشة، هتلاقي عيب من النت، هيتصلح كمان شوية. يعني أنا مش عارف، أنا بتكلم كويس والمحاضرة اللي فاتت كانت كويسة. ممكن يكون عندك اتظبط، هو يكون عندك تبع الشات كده اتظبط خلاص. كده اتظبط. طيب الحمد لله. الداينامكس اوف بارتكل، بقول ان احنا هندرس الداينامكس اوف بارتكل نصين، كاينيماتيك وايه وكاينيتيك. كاينيماتيك يعني طيب كده الصوت يعني كويس الحمد لله. الصوت بيقطع، الصوت وحش عندنا كلنا. طب الصوت كده كويس ولا في مشكلة؟ أنا ما عملتش حاجة. كويس بس بيروح بعيد يعني. والله أنا ما عملتش حاجة، أنا عمال بشرح يعني. ما يعني بصوا، لما الصوت يلغوش اكتبوا لي عشان إيه أعيد الحتة اللي لغوش فيها الصوت. ما احنا ما نقدرش نعمل غير كده. خلاص، هو تقريبا الميعاد دوت، لأن أنا فاكر إن الترم اللي فات نفس المشكلة بتحصل. الميعاد دوت الساعة 10 ده بيبقى تقريبا كل المحاضرات شغالة اونلاين، فبيبقى في ضغط، يعني في ضغط على تيمز، على برنامج تيمز نفسه، فده اللي بيعمل التقطيعات دي. فلما يجي لما اشرح حتة ويكون فيها تقطيع قولوا لي وانا اعيدها لكم تاني. حاضر يا نايم. انا بقول ان الداينامكس اوف بارتكل بتتقاس، هنقسمها مع بعض نصين، كاينيماتيك وايه وكاينيتكس. يعني ايه كاينيماتيك ويعني ايه كاينيتيك؟ كينيماتيك معناها ان انا هدرس الموشن بتاعه البارتكل. يعني اقول لك كده، study the behavior of the particle, the behavior of the particle within the motion, within the motion. طب معلش يا دكتور، يعني ايه البيهيفير اوف ذا بارتكل ديت اصلا؟ اقول لك البيهيفير اوف ذا بارتكل يعني عايزين نشوف ملامح الموشن ايه. برضو يا دكتور يعني ايه ملامح الموشن؟ اقول لك بص، احنا عشان نعرف البارتكل بيتحرك ازاي لازم نعرف الفاليوز بتاعه ثلاث حاجات. لازم نعرف
مكان البارتكل فين في كلمة اللوكيشن. طب اللوكيشن ده بيتغير بريت قد ايه في كلمة اسمها الفلاستي، والفلاستي دي بتتغير بريت قد ايه في كلمة اسمها اكسلريشن. يبقى احنا هنتكلم على الثلاث كلمات دول خلال الجزء بتاع مين؟ بتاع الكينماتيك. الكلام ده هيتحرك معانا في محورين. المحور الاولاني اسمه ريكتيلينير موشن، ريكتيلينير موشن، والمحور الثاني تحت عنوان الكيرفيلينير موشن. يبقى احنا هندرس الكينيماتكس اوف بارتكل، وهندرس التلاتة فاريبلز دول مكاني سرعتي والاكسلريشن في منطقتين. المنطقة الاولانية اسمها ريكتيلينير موشن، والمنطقة التانية اسمها ايه؟ كيرفيلينير موشن. في منطقة الكيرفيلينير موشن هنحتاج تلات لغات، هنحتاج تلات لغات. اللغة الاولانية انتوا عارفينها ودرستوها، اللي هي الكارتيزيان كوردينيتس. كارتيزيان كوردينيتس، الكارتيزيان كوردينيتس دي اللغة اللي هي بتعمل بفاريبلز ايه؟ اكس واي وايه وزي. الاكس والواي والزي دول بيوصفوا الكيرفيلينير موشن. في لغة تانية، هناخد لغتين كمان. لغة اسمها نورمال and tangent coordinates، واللغة الثالثة اسمها radial and transfers coordinate. يبقى أنا عشان أوصف particle ماشي في curve محتاج لغة من ثلاثة: كارتيزيان، نورمال اند تانجنت، وايه وراديال اند ترانسفيرز. الكارتيزيان كوردينيتس ديت هناخد فيها ابلكيشن مشهور قوي اسمه بروجكتايلز، اللي هي بالعربي ايه؟ المقذوفات. اعتقد سمعتوا عنها من الايه؟ من ثانوية عامة، او ما سمعتوش عنها مش قضيتي، هفهمها لكم برضه. كل اللي انا قلته دلوقتي ده قبل الميدتيرم. يبقى انا لازم وانا داخل امتحان الميد ترم ابقى عارف افكار الريكتيلينير موشن وافكار الكيرفيلينير موشن بكام لغه؟ بثلاث لغات: كارتيزيان ونورمال اند تانجنت وراديال اند ترانسفيرز، وطبعا تبقى فاهم الابلكيشن بتاع البروجكتايلز. هنيجي بقى بعد الميد ترم نتقابل عشان نشرح ايه الكاينتكس اوف بارتكل. يعني ايه الكاينتكس اوف بارتكلز؟ يعني هنستدي ذا فورسز، او بلاش بقى ذا فورسز ديت، ذا ابلايد فورسز كوز ذا موشن. ما هو خلي بالك، هو البارتكل اتحرك ليه؟ اتحرك عشان حد زقه بفورس. طب ليه يا دكتور كتبت ابلايد فورس؟ عشان احنا في مادة الميكانيكس عامة ما بنهتمش غير بالميكانيكال فورسز او الابلايد فورسز او الكونتاكت فورسز، اللي هما باختصار مين؟ التنشن فورس والكمبريشن فورس. اي فورسز تانية لا، مش موضوعنا، بتبقى موضوع حد تاني. فالكينيتكس اوف بارتكل ديت هندرسها بثلاث طرق. الطريقة الاولانية هي علاقة الفورس بالاكسلريشن، تحت عنوان الفورس اكسلريشن ميثود، قانون نيوتن. الطريقة الثانية لدراسة الفورسز هي علاقة الفورس بالانرجي، تحت عنوان الورك اند انرجي ميثود، ورك اند انرجي ميثود. و الطريقة الثالثة والأخيرة اللي هننهي بها الكورس دوت هي الإمبلس and momentum method.
مومنتم ميثود. يبقى دول كده ثلاث طرق هناخدهم بعد الميد تيرم عشان نوصف ايه الفورسز اللي بتاثر على البارتكل. طبعا السؤال المشاع يا دكتور، هو انت في الفاينل هتسالنا على بدايه الكورس ولا لا؟ يعني انت دلوقتي في الميد تيرم امتحنتنا في الريكتلينير والكلفلينير، هل بقى حضرتك لما تيجي تمتحننا فاينل هتسالنا فيهم تاني؟ بص الاجابه الظاهره لا يا ابني، مش هسالك فيهم، انا هسالك بس في الكاينتكس. بس خلي بالك برضو حضرتك مش هتعرف تجاوب اي سؤال في الكاينتيك غير لما تكون عارف ايه، غير لما تكون عارف كاينيماتيك. يعني صحيح ممكن ما اسالكش سؤال صريح في الكاينيماتيك، لكن هتلاقيه غصب عنك بتعمله كستيب عشان تحل ايه، تحل الكاينتيكس. طيب تعالوا نشوف عنوان النهارده. عنوان النهارده هو ريكتيلينير موشن. واضح ان البارتكل لما يتحرك هيتحرك في حاجة من الاتنين، البارتكل moves in straight line او curve path. لو البارتكل ماشي في ستريت لاين بنسميها ايه؟ ريكتيلينير موشن. ولو البارتكل ماشي في كيرف بنسميها ايه بقى؟ بنسميها كيرفلينير موشن. طب ايه الفرق؟ تعالوا كده عشان نوضح الفرق نرسم الطريق ده. الطريق ده هو كان ستريت لاين، بعد كده قلب بقى الكيرف ده، وتعالوا نقول ان معايا بارتكل كان موجود هنا. تعالوا نعتبر البارتكل ده عربية انا باصص لها من فوق اهو، ادي المكان رقم واحد وادي المكان رقم اتنين. اهو وادي المكان رقم 3. مكان رقم 1 والمكان رقم 2 والمكان رقم ايه؟ رقم 3. طبعا كل مكان من دول اسمه مكان، يعني ليه لوكيشن، لكن احنا عايزين نتكلم على الفيلوسيتي شكلها ازاي والاكسلريشن شكلها ازاي. تعالوا كده نحط رموز هنشرحها بالتفصيل كمان شوية. هنعبر عن الفلاستي برمز V، وهنعبر عن الاكسلريشن برمز اسمه A الفلاستي. قال لي خلي بالك، ودي هنثبتها كمان شوية، ان الفلاستي is tangent to the path. دايما الفيلوسيتي بتبقى ايه؟ بتبقى tangent parallel، تبقى موازية، بتبقى منطبقة على ايه؟ على الطريق اللي انا ماشي عليه. وده منطقي، جسم العربية بيبقى على الاسفلت اللي انا ماشي عليه. يعني معنى كده ان انا لو حبيت في الكيس رقم واحد ارسم الفيلوسيتي هرسمها كده اهو، ادي الفي. طب في الكيس في الكيس رقم 2 والكيس رقم 3 بقيت كيرف، والكيرف ليه نقطه اسمها سنتر اوف كيرفيتشر، والسنتر اوف كيرفيتشر ده نقطه بحط عندها سن البرجل عشان ابدا ارسم الكيرف. بصوا كده ده الريديس اهو بتاع الكيرف، بنديله رمز رو. فانا قلت لك ايه؟ قلت لك ان الفلوستي بتبقى ايه؟ بتبقى تانجنت. تانجنت يعني ايه؟ يعني نورمال للريديس. يعني انا لما هرسم الفي هرسمها ايه؟ نورمال للار.
طب في الكيس رقم 3، في الكيس رقم 3 السنتر اوف كيرفيتشر بقى موجود هنا، سنتر اوف كيرفيتشر يعني مركز الانحناء، والبادي والكيرف بيبعد عن مركز الانحناء المسافه ديت، ادي الرو، رو ثانيه. لما اجي ارسم الفيلوسيتي هرسمها بالمنظر ده اهو، ادي الفي. يبقى واضح ان الفي ديت مالها؟ بتبقى ملازمه للطريق اللي انا ماشي عليه، يميل اميل معاه، يتعدل اتعدل معاه. يبقى واضح ان النص اللي على الشمال ريكتلينير، النص اللي على اليمين ايه؟ كيرفلينير. طب ايه اللي هيخلي العربيه تكمل في طريقها، وايه اللي يخلي العربيه تحود؟ قال الكاوتش القداماني بتاع العربيه. يعني انا لو جيت رسمت كاوتش العربيه، اللي ورا هلاقي عامل كده، سواء كنت في ستريت لاين او سواء كنت في ايه، في كيرف، كاوتش العربيه هو عدل. اما الكاوتش القداماني هيعمل ايه؟ قال لي لو انت في الكيس رقم 1 هيفضل الكاوتش كده عدل زي ما هو. كاوتش العربيه هو اتجاه الاكسلريشن، اتجاه الفورس اللي بتزق العربيه. يعني معنى كده ان في الحاله الاولانيه هرسم الاكسلريشن بالمنظر ده، ادي الاكسلريشن. ايه ده بس، انا لما رسمت الاكسلريشن رسمت لها سهمين، سهم مع الفي وسهم عكس الفي. يقول لي ايه بقى؟ بيقول لي خلي بالك ان السهم اللي مع الفي ده بنسميه اكسلريشن، والسهم اللي عكس الفي ده بنسميه ديسلريشن. المفهوم الخاطئ هنصححه الليكتشر الجايه. لناس معتقدة ان كلمة acceleration يعني واخدة positive value، والdeceleration معناها انها واخدة negative value. الكلام ده غلط. acceleration معناها ان الـ A والـ V مع بعض، سواء بقى الاثنين positive او الاثنين negative. deceleration يعني الاثنين عكس بعض، سواء مين positive ومين negative. هنتكلم عن ده بالتفصيل بعد كده. طب لما اجي عاوزك ارسم كاوتش العربية في الكيس رقم 2، قال لي لازم ترسم كاوتش العربية مايل كده، مايل لجوه اهو، مايل كده. يعني معنى كده ان الاكسلريشن لما هتترسم هتترسم كده. الاكسلريشن عاملة مع الفلوستي ايه؟ انجل. يعني نسمي الانجل دي ثيتا. حود بقى، مش انت عملت الاكسلريشن مايلة، حود الفلوستي، شد الفلوستي للاكسلريشن. طب لو انا في الكيس رقم 3 حبيت ارسم كاوتش العربيه ارسمه ازاي؟ قال لي هرسمه كده. واضح ان انا لما هرسم الاكسلريشن هرسمها بالمنظر ده، برضو عامله مع الفلوستي ايه؟ عامله مع الفلوستي انجل. نبقى واضح في السلايد ديت ان طالما الفيلوسيتي والاكسلريشن مش مفيش ما بينهم انجل، طبعا بنعتبر الزيرو وال180 مش انجل يعني كانهم مع بعض، يعني يفضل مكمل في ستريت لاين. وده لوجيك، لما يكون كاوتش العربيه الايند مع جسم العربيه، العربيه لا هتحود يمين ولا شمال. لكن لما احود الكاوتش بتاع العربيه، كاوتش هو الاكسلريشن، احوده بس، ده انا بقول للعربيه ايه؟ لا، غير اتجاهها. فتقعد العربيه تغير اتجاهها طول ما كاوتش العربيه مايل. طب لو واحد كده بيلف، لو واحد بيلف بعد ما بيلف بيعمل ايه؟ قال لي بعد ما بيلف بيرجع الكاوتش عدل. ليه؟ عشان العربيه تكمل بقى، خلاص هو حول التحويده بتاعته. لكن لو فضل مميل الكاوتش، العربيه تعمل ايه؟ تلف في سيركل. يبقى هو ده اللي بيخلي البارتكل يمشي في ستريت لاين او البارتكل يمشي في كيرف. احنا النهارده موضوعنا هو الريكتيلينير موشن بس.
يعني ايه يا دكتور بقى ريكتلينير موشن؟ ريكتلينير موشن معناها ستريت لاين موشن. طب يا دكتور ريكتلينير موشن او ستريت لاين موشن معناها ايه؟ اقول لك معناها ان الفي والاي كونسايد ويز ذا ستريت لاين. ذا ستريت لاين يبقى انت الفيلوسيتي فيكتور والاكسلريشن فيكتور مالهم؟ منطبقين على الطريق اللي انت ماشي عليه. واضح ان احنا عمالين نتكلم ونقول كلمات تعبر عن اللي احنا عايزين نشرحه. الكلمات دي اسمها ايه؟ الكلمات دي اسمها كينيماتيكال بارامترز. لكل توبيك هنشرحه في الكورس دوت هيبقى فيه شوية كلمات بتوصف الجزء ده من الكورس. طب ايه هي الكلمات اللي انا محتاج اعرفها في الجزء ده من الكورس؟ تعالوا نشوف. اول حاجة عندي رموز او بارامترز بتوصف اللوكيشن. لو انا جيت رسمت ستريت لاين كده اهو، فقلت ايه؟ قلت ان المكان ده، المكان ده اوريجين. يعني ايه اوريجين؟ اوريجين معناها فيكسد بوينت او ريفرنس بوينت، من خلالها بقول انا فين منها. يعني طبعا ما ينفعش الاوريجين يتحرك معايا. طب انت فين دلوقتي؟ قال انا موجود في المكان ده، يبقى المكان ده اسمه ايه؟ current location. بعد ال current location عن الاوريجين اسمه position. اسمه ايه؟ اسمه position. وده اول بارامتر عندنا محتاجين نعرفه. اول بارامتر اسمه ايه؟ اسمه position. هنديله رمز ايه بقى؟ هنديله رمز. يبقى الاس ده بيعبر عن ايه؟ الاس ده بيعبر عن اللوكيشن of the particle from the origin. بعد البارتكل عن ايه؟ عن الاوريجين. وخلي بالك دي مالهاش علاقه بانت مشيت قد ايه. يعني انا لو قلت لك فور اكزامبل كده، قلت لك ان الاس لما كان التايم ب 2 سكند كان بيساوي 4 متر، هل دي معناها ان انا مشيت 4 متر خلال ثانيتين؟ لا. امال ايه؟ قال لي ده معناه ان انت الساعة 2 كنت في المكان ده، والمكان ده بيبعد عن الاوريجين 4 متر. طب انت خلال الساعتين او خلال الثانيتين مشيت قد ايه؟ لا مش موضوعي، معلومة مش واضحة في الجملة دي. يبقى هنا انا بقول لك الساعة كذا انت كنت في المكان كذا، ده هو البوزيشن. تاني بارامتر هو الديسبليسمنت. هندي الديسبليسمنت رمز دلتا اس. هندي الديسبليسمنت رمز دلتا اس. ايه الديسبليسمنت ديت وايه الدلتا اس؟ بالعربي اسمها الازاحة. يعني ايه displacement؟ يعني ايه دلتا اس؟ يعني ايه ازاحة؟ قال لي هي الديفرنس between two locations. الديفرنس between two locations يعني ايه؟ قال لي يعني انا رسمت لك اهو طريق، وكان الاوريجين موجود هنا، بس انا في البداية كنت في المكان ده، يبقى المكان ده اس ايه؟ اس انيشيال، وبعد شوية بقيت في المكان ده، فالمكان ده اسمه اس فاينل. الديسبليسمنت فيكتور، الديسبليسمنت دي فيكتور بيترسم
straight line بدايته عند الانيشال ونهايته عند الفاينل. ركزوا معايا في الجملة ديت. الديسبليسمنت ده فيكتور، والفيكتور بيتعبر عنه بايه؟ بسهم ارو. والسهم ده بيترسم منين؟ بدايته عند الانيشال ونهايته عند الفاينل. مفيش سهم معوج، الاسهم كلها ستريت لاين. يعني معنى كده ان انا الديسبليسمنت على الرسمه دي هتترسم كده اهو، ادي الدلتا اس. بس الدلتا اس دي ليها كام احتمال؟ قبل ما اقول لك ليها كام احتمال، اقول لك ان الرول بتاع الديسبليسمنت من الرسمه واضح ان هو الاس فاينل ماينس الاس انيشال، الفاينل لوكيشن ماينس الانيشال لوكيشن. وده بيحطني في ثلاث احتمالات. الاحتمال الاولاني ان الفرق ده يطلع بالبلس، وده بيحصل لما يكون الفاينل ابعد من الانيشال، وبيطلع بالنيجاتيف لو كان ايه الفاينل اقرب من الانيشال، وبيطلع بزيرو لو كان الفاينل والانيشال ايه مكان واحد. ايه ده ينفع؟ اه ينفع، ان حضرتك خلال ثانيتين كنت في مكان مشيت، وفي اخر الثانيتين رجعت لنفس المكان. انا كنت نايم صحيت من النوم بعد ثانيتين لقيتك في نفس المكان اللي سبتك فيه، يبقى انت اتزحت قد ايه خلال الثانيتين؟ ما اتزحتش، انت بالنسبه لي ما اتحركتش. لكن في بارامتر تاني قال لنا الكلام ده غلط. البارامتر الثالث اللي بيفسر القصه دي اسمه ايه بقى؟ اسمه توتال ديستانس. ساعات بنقول توتال ديستانس وساعات بنقول ديستانس ترافلد. هنديله سوا رمز اس تي. ايه بقى قصه الاس تي ديت؟ عشان نقول ايه قصه الاس تي، تعالوا نرسم الرسمه ديت. ادي الاوريجن هنديله رمز او، وادي الاس انيشال اس اي، والاس فاينل اس اف. لا تعالوا نرسمها تاني. اوريجن اس انيشال اس فاينل. تعالوا نرسمها تالت اهو، اس انيشال واس فاينل. دي كده الكيس رقم واحد، ودي كده الكيس رقم اتنين، وكده الكيس رقم تلات. ايه القصة دي؟ تعالوا نمشي من الانيشال للفاينل بتلات احتمالات. انا كنت عند الانيشال اهو، همشي كده عشان اروح للفاينل. ينفع؟ اه ينفع طبعا. مشيت قد ايه؟ قال لي مشيت 5 متر. تمام. طب اتزحت قد ايه؟ قال اتزحت 5 برضه. ما هو انا مشيت 5 واتزحت 5. واحد تاني كان هنا رجع متر وافتكر ان هو ماشي غلط، فرد ورجع 6 متر. ملاحظين حاجة؟ خلي بالكم الستة ماينس الواحد بكام؟ بخمسة برضو. بس هو مشي قد ايه؟ مشي 7 متر مش 5 زي اللي فوق. راح التالت قال ايه؟ قال ده انا كنت هنا همشي كده، ايه ده؟ ده انا فوتت المكان اللي انا رايح له، قام راجع تاني. فمشي 7 متر. طبعا الناس اللي منتبهة معايا والصحية عارف انا اكتب هنا هكتب 2 متر عشان احافظ على ايه؟ احافظ على نفس الديسبليسمنت اللي هم الخمسة متر. يبقى دول هم التلات احتمالات اللي همشي بيهم من مكان لمكان. ده بيوضح لنا ايه؟ بيوضح لنا ان الديسبليسمنت واحدة، الدلتا اس ايه؟ واحدة. في الكيس رقم واحد كانوا 5 متر، في الكيس رقم اتنين اتزح 5 متر، في الكيس رقم تلاتة برضو اتزح 5 متر، لكن المسافة اللي مشيها واحدة لا.
دي نجيبها ازاي؟ قال لي من قانون الاس توتال. الاس توتال بتساوي الدلتا اس الاولانيه زائد الدلتا اس الثانيه وهكذا. كمل بقى فور انفينيتي، بس خلي بالك هنحط للدلتا اس دي مودولس. يعني ايه مودولس يا دكتور؟ يعني نهمل الاشاره. بصوا كده الكيس رقم 2 الستة بوزيتيف لكن الواحد نيجاتيف، انا واخد البوزيتيف تو ذا رايت للتلات رسومات. الخمسة بوزيتيف، تعالوا كده نمسكها واحدة واحدة. الخمسة بوزيتيف في كيس رقم 1. طب كيس رقم 2 ال1 نيجاتيف، ال6 بوزيتيف. طب كيس رقم 3 ال7 بوزيتيف، ال2 نيجاتيف. لا، لما اجي اجيب ديستانس اعمل ايه؟ اهمل الاشارات. 6 زائد 1 7 زائد 2 ما قلتش ماينس. القانون ده ممكن يتكتب بصوره ثانيه، ان اقول ان هو السميشن، شغل الرياضه بقى، مودولس الدلتا اس اي، حيث الاي دي بتتغير من كام لكام؟ من واحد لحد ان. يبقى ده كده تعريف مين؟ تعريف التوتال ديستانس، وده كده الرول بتاع التوتال ديستانس. يبقى السلايد ديت شرحت ثلاثة بارامترز بيوصفوا كل حاجة تختص بالمكان. مكاني ده اس، الديسبلاسمنت ده دلتا اس، الديستانس ترافل هي الاس تي. طيب في بارامترز تانية، في بارامترز تانية بتوصف لي ايه؟ بتوصف لي الفيلوسيتي. البارامترز هي واحد الانستانتينيوس فيلوسيتي، وبعد كده هنقول فيلوسيتي بس. ايه بقى الانستانتينيوس فيلوسيتي او الفيلوسيتي؟ هنديها رمز V. بتساوي ايه الفي ديت؟ قال لي بتساوي دي اس باي دي تي. الدي باي دي تي معناها الدريفيتيف، عشان كده بنقول ان الانستانتينيوس فيلوسيتي ديت هي الريت اوف بوزيشن تشينج. البوزيشن ده بيوصف الطريق، وانا عملت له دريفيتيف، عشان كده قلنا ان الفي هي تانجنت للطريق. بقول لكم عارفين الكلام ده، ان الدريفيتيف هو السلوب. سلوب يعني ايه؟ يعني تانجنت، يعني مماس. فهنا عندي الفي بتساوي ايه؟ دي اس باي دي تي. ايه برضو قصه الانستنتينيوس فيلوسيتي ديت؟ قال لي يعني الفيلوسيتي في كل لحظه. عربيه ماشيه، ففي الثانيه الاولى سرعتها كذا، في الثانيه الثانيه سرعتها كذا، في الثانيه كل شويه، في كل ثانيه ليها سرعه مختلفه. اسمها ايه؟ اسمها انستنتينيوس فيلوسيتي. في ايه كمان؟ قال لي في افريج فيلوسيتي. الافريج فيلوسيتي هنديها رمز في افريج، اي في جي. والافريج فيلوسيتي بتساوي الدلتا اس على الدلتا تي. ايه قصه بقى الافريج فيلوسيتي ديت؟ قال لي الافريج فيلوسيتي ديت هي كونستانت velocity to travel the displacement. كلمة average معناها constant. ايه الكلام اللي انا بقوله ده؟ في السلايد اللي فاتت كنا جبنا ثلاث حالات، كيس واحد وكيس اتنين وكيس ثلاثة. جيت بقول لك ان انت قدامك ثلاث ثواني، الثلاث ثواني دول روح من الانيشال للفاينل بسرعه ثابته. الثلاث ثواني دول مش هيبقوا في حاله الافريج فيلوسيتي، مش هيبقى شايفين غير الخمسه، سواء كيس واحد او كيس اتنين او كيس ثلاثة، هو مش شايف غير الخمسه. يبقى نقسم خمسه على ثلاثة ادانا رقم، الرقم ده هو ايه؟ هو السرعه الثابته اللي هتزحني من الانيشال للفاينل. طب هو الكلام ده صح؟ لا، الكلام ده مش صح. عشان مش صح احتاجنا بارامتر ثالث،
اسمه ايه بقى؟ اسمه average speed. الفلوستي فيكتور ليه حاجتين، ليه ماجنيتيود لانه فيكتور، وليه دايركشن. ماجنيتيود فيكتور الفلوستي اسمه سبيد، يبقى كلمة سبيد معناها ماجنيتيود فيكتور الفلوستي. الافريج سبيد بتساوي الاس توتال على الدلتا تي. خلي بالكم كلمة افريج معناها كونستانت، فيبقى افريج سبيد معناها ايه بقى؟ كونستانت. فيلوستي برضو، بس ايه بقى؟ قال لي تو ترافل ذا ايه؟ ذا ديستانس. خلي بالكم ان الديستانس والافريج سبيد لازم يبقوا بوزيتيف، لكن الافريج فيلوستي والديسبلاسمنت ممكن يبقوا بوزيتيف، ممكن يبقوا نيجاتيف، ممكن يبقوا ايه؟ ممكن يبقوا زيرو. ثلاث احتمالات موجودين. اخر بارامترز عندنا اللي هو الاكسلريشن. الاكسلريشن هنديله رمز ايه؟ الاكسلريشن ده هو ايه؟ هو الريت اوف فيلوسيتي تشينج. الريت اوف فيلوسيتي تشينج، طبعا كلمه ريت معناها دي باي دي تي، فيبقى الايه هتساوي ايه بقى؟ دي في باي دي تي. بتوع الرياضه يقول لنا احنا ممكن نطلع لك قانون كمان لو استخدمنا التشين رول. ايه بقى القانون ده؟ قال لي ما احنا ممكن نقول دي في ونقسمها على دي اس ونرجع تاني نضرب في دي اس على دي تي. ينفع؟ اه ينفع بالتشين رول ينفع. طب ما هي دي اس باي دي تي احنا لسه قايلين انها ايه؟ فين؟ اهي قايلين انها في، يعني ممكن اشيل ديت واكتبها ايه؟ في. فتبقى الاكسلريشن بتساوي ايه بقى؟ في دي في باي دي اس. القوانين المتحكمة في الموشن، القوانين اللي هتتحكم في الموشن ثلاثة، هما ان الفي بتساوي دي اس باي دي تي، وان الاي بتساوي دي في باي دي تي، او ان الاي بتساوي في دي في باي دي اس. ده كده رقم واحد، ده كده رقم اتنين، ده كده رقم ايه؟ تلاتة. دول هما التلات قوانين اللي ماسكين ايه بقى؟ اللي ماسكين الريكتلينير موشن. انا عايزكم تشوفوهم زي ما انا شايفهم. انا شايفهم ازاي؟ انا شايف ان القانون الاول هو قانون بيربط ما بين الفي واللوكيشن اس مع التايم. القانون الثاني بيربط ما بين الاي والفي ومين؟ والتي. القانون الثالث بيربط ما بين الاي والفي والاس. يبقى دول كده هما الثلاث قوانين اللي مالهم اللي هيحكموا لي الموشن. شرحنا نظر كتير، تعالوا نشوف علاقة كل اللي انا قلته ده ايه بحل المسائل. تعالوا نشرح علاقة ده بالمسائل من خلال الاكزامبل ده. في الاكزامبل دوت رسم لي كار ورسم لي عليها سهم وحاطط على السهم رمزين. ايه معنى الكلام دوت؟ معناها ان السهم اللي مرسوم ده هو سهم الفلوستي وفي نفس الوقت سهم الاكسلريشن. انا عرفت من السهم ده ان الفلوستي والاكسلريشن مع بعض مش عكس بعض. اتعلموا تقروا، اتعلموا تقروا.
انا ما قريتش لسه اي كلام، انا بصيت بس للرسمه. فهمت ايه؟ فهمت ان العربيه دي سرعتها بتزيد. ليه؟ لانه رسم سهم واحد بيعبر عن الفلوستي وبيعبر عن الاكسريشن، يبقى هما مع بعض. طب عرفت ايه كمان من الرسمه؟ قال لي عرفت من الرسمه ان نقطه اودي هي نقطه الاوريجن. طب وعرفت ايه كمان من الرسمه؟ قال لي عرفت، بصوا كده تعالوا نعمل زوم اكتر، معلش الرسمه مش واضحه قوي، بس هو رسم الاس كده وحاطط راس السهم هنا. نفهم ايه؟ نفهم ان البدايه كانت عند او، والبادي ده ماشي ناحيه اليمين، يبقى البوزيتيف بتاعه ناحيه ايه؟ ناحيه اليمين. كل ده انا فهمته منين؟ من الرسمه بس. طب ما تعالوا نقرا الكلام يمكن نفهم حاجه كمان. بيقول لي the car on the left of the photo and figure كذا moves in a straight line، يعني بغض النظر عن الجمله بس انا اخدت حاجه حلوه قوي اسمها ايه بقى؟ اسمها straight line. معلومه مهمه في موضوعنا النهارده، مش مهمه ليه يا دكتور؟ لان حضرتك النهارده بتشرح ريكتلينير موشن، يعني اي مساله هتبقى ايه؟ ريكتلينير موشن. لكن دي معلومه بعد كده مهمه جدا، انا عايز اعرف هو البادي ده او البارتكل ده في ستريت لاين ولا في كيرف. هو اللي هيقول، يا اما يقول من خلال الرسمه يا اما يقول من خلال الكلام. هو هنا الراجل قال من الاثنين، قال من الرسمه وقال من الكلام. طب يعني ايه ستريت لاين؟ ستريت لاين يعني الفلوستي والاكسلريشن مع بعض او عكس بعض، مفيش ما بينهم انجل. طيب نكمل. شورت ذات فور ا شورت تايم، ده لفتره معينه. ايه اللي حصل في الفتره المعينه ديت؟ قال لي اتس فيلوستي. ايه ترجمه فيلوستي؟ ترجمه فيلوستي يعني، خلينا نحط الشاحن، ترجمه الفيلوستي يعني في. ايه ده؟ هو مش ترجمه الفيلوستي يعني السرعه؟ لا، سيبك بقى من العربي وسيبك من الانجليش وخلينا في الميكانكس. الميكانكس قالت ان الفلوستي رمزها ايه؟ في. واداني الفي كايكويشن، اداني الفي ايه؟ كايكويشن. ما تيجي نكتبها. يعني هو هنا قال لي ان الفي ديت، واداني ايكويشن، قال لي ان الفي بتساوي، الفي بتساوي 3 T سكوير بلس 2 T. وقام حاططها لي كده ما بين قوسين وكتب لي جنبها ايه بقى؟ فيت بير سكند. ايه القصه دي؟ القصه ان اللوكيشن، ان البوزيشن بانواعه هتبقى اليونت بتاعته يا اما متر، يا اما متر، يا اما فيت. طبعا المتر بتوابعه والفيت بتوابعه. لو اتكلمنا على الفيلوستي هتبقى اليونت بتاعتها هي يا اما متر بير سكند يا اما فيت بير سكند. لو هتكلم على الاكسلريشن هتبقى اليونت بتاعتها يا اما متر بير سكند سكويرد يا اما فيت بير سكند سكويرد. ده بالنسبه للايه؟ للدايمنشنز. فهو هنا بيقول لي ان الفيلوستي بتساوي، واداني معادله فانكشن في التايم. حتى هو الراجل قال لي هنا ايه؟ خلي بالك ده التايم ده ان سكند، وفي الاخر قام قال لي اليونت ايه؟ فيت بير سكند سكويرد. مش هحاول ولا حاجه، مش هحاول من فيت لمتر او من متر لفيت، ده في الفيزياء. في الميكانيكس لا، انت عايز ايه؟ قال لي ديترمن. ديترمن ايه بقى؟ ديترمن البوزيشن. خلي بالك في مساله هقول لك ديترمن البوزيشن، في مساله ثانيه هقول لك ديترمن ديسبيسمنت، في مساله ثالثه هقول لك ديترمن التوتال ديستنس. كل واحده من دول ليها الرمز بتاعها. يبقى هو عايز البوزيشن، البوزيشن رمزه اس، وعايز الاكسلريشن، الاكسلريشن رمزها ايه؟ طب الكلام ده امتى؟ قال لي لما يكون التايم بيساوي 3 سكند. تعالوا نكتب ده،
يبقى هو بيقول لي determine الترجمة. determine ها ايه الترجمة بتاعتك؟ قال الترجمة ان هو عايز الاس يبقى حطه قدام الاس علامة استفهام، وعايز الايه نفس الكلام question mark. طب كل الكلام ده امتى؟ قال لي الكلام دوت لما التايم يساوي 3 seconds. طيب يلا بينا نحل المسألة ديت ونشوف هنحلها ازاي. الحل معاك ايه؟ جاوب لا 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 انا لا جاوب. معنا ايه الحل؟ اول حاجة مش معنا ايه، اول حاجة احنا عايزين ايه؟ قال لي احنا عايزين الاس بكام لو الكيس لما التايم يساوي 3 seconds. يبقى انا عايز معادلة تربط ما بين الاس والتي وحاجة معايا، حاجة معايا اللي هي مين؟ اللي هي الفي. طب ايه هي العلاقة اللي بتربط ما بين الاس والتي والفي؟ لو بصيت هنا هلاقي ان العلاقة الاولانية بتربط ما بين الفي والاس والتي زي ما انا عايز، بس يبقى هي دي اللي تنفع. اقوم جاي هنا قايل له ايه بقى؟ قايل له ان العلاقة اللي بتربط ما بين التلاتة دول بتقول ان الاي بتساوي دي في سوري ان الفي بتساوي ايه دي اس باي دي تي. اهو تعال بس نمسح الشخبطه اللي حصلت ديت. هو بطل يمسح باين عليه. طيب نشرب دي. عايزين القانون بقى بيقول ايه؟ بيقول ان الفي بتساوي دي اس باي دي تي. طب معاك ايه؟ تعالوا كده نبص هنا، انا معايا ديت، يبقى انا هشيل الفي واحط مكانها ايه بقى؟ شغل رياضي، 3 تي سكوارد بلس 2 تي ايكوال دي اس باي دي تي. بتاع الرياضه يقول لي من اللحظه ديت اعمل سيبريشن للفاريبلز. يعني انا هقول له ايه؟ 3 تي سكوارد بلس 2 تي كل ده مضروب في ال دي تي ايكوال كام؟ ايكوال دي اس. يلا بينا نعمل انتجريشن. من الانتجريشن هقول له ايه؟ ان الاس بتساوي، تعال بقى نعمل انتجريشن للكلام ده، هيبقى 3 تي باور 3 على 3 بنزود الباور ونقسم على الباور الجديد بلس 2 تي سكوارد على ال 2. اوعى تنسى انا شخصيا بنسى، في ثابت للايه؟ في كونستانت للانتجريشن، تعال نسميه سي 1. السي 1 ده هنجيبه منين؟ هتقعد تقرا المساله ومش هتوصل لحاجه. طب ليه مش هوصل لحاجه؟ لان حضرتك ما كملتش قرايه للاخر. لما تقرا مساله تقراها من اول كلمه لاخر كلمه، عارفين احنا طنشنا ايه؟ طنشنا دي. طنشنا الجيفن ده. مع ان الجيفن ده هو اللي هيحل لنا المشكله. الجيفن ده بيقول ايه؟ بيقول خلي بالك ان لما كان التايم بزيرو كانت الاس بزيرو. كونديشن اهو. مكان انا عارف زمنه. يبقى انا هسبستيتيوت في الايكويشن ديت عن كل اس بكام؟ بزيرو، يبقى زيرو ايكوال. 3 مع 3 هتطير، يبقى زيرو باور 3. والاثنين هتطير مع الاثنين. يبقى 0 سكوير بلس سي 1. من هنا طلعت السي 1 بكام؟ ب 0. فيطلع من هنا الريليشن اللي معايا ان الاس بتساوي تي باور 3 بلس تي سكوير. يا دكتور بس هنا انت جبت ايكويشن ما بين الاس والتي ات اني تايم. اقول لك ما خلاص، ما احنا من اللحظه ديت من الايكويشن ديت نعمل ايه بقى؟ ايكويشن 2 نحط التايم بكام؟ ب 3 سكندز. فنجيب الاس. بص هتتكتب ازاي؟ هكتب اس واجي احط تحت كده تي ايكوال 3 ايكوال، بص بقى 3 كل باور 3 بلس 3 الكل ايه؟ والكل سكوارد، واللي هيطلع هتبقى اليونت بتاعته هي فيت.
نيجي للمطلوب الثاني. المطلوب الثاني ان هو عايز الاكسلريشن بكام لما التايم بيساوي 3 سكند. نفكر ازاي؟ قال لي البراكت بتاع تفكيرنا ال A وال T واحنا معانا مين؟ معانا ال V. طب هل في ريليشن بتربط ما بين التلاتة؟ اه طبعا في. ايه هي؟ ان ال A بتساوي dV by dt. طب ما انت معاك ال V يبقى هتعمل ديريفاتيف، يعني ال A هتساوي ديريفاتيف الكلام ده، يعني 3 تي سكوير ده هتبقى كام؟ 3 تايمز 2 في تي. بعد كده زائد 2 تي تبقى كام؟ تبقى 2 في 1، يعني كله على بعضه كده الاكسلريشن تطلع بتساوي 6 تي بلس 2. برضو دي الاكسلريشن ات اني تايم. الكويشن رقم 3 هعمل ايه؟ قال لي هتحط ال T بتساوي 3 seconds. قدرت اجيب مين؟ قدرت اجيب الاكسلريشن لما ال T ب 3، يعني 6 في 3 بلس 2 جبت الاكسلريشن feet per second squared. واحد يقول لي يا دكتور انا كان عندي حل اسهل، ايه يا سيدي الحل الاسهل؟ قال لي يا دكتور اصلا انا فاكر كده ان لو كانت البروبلم بتاعتي function في التايم فالاس ديت اقدر اعمل لها ديريفاتيف اجيب الفي، واقدر اعمل لها ديريفاتيف تاني اجيب مين؟ الاكسلريشن، والعكس لو عايز امشي العكس يعني يبقى انتجريشن. الكلام ده صح؟ الكلام ده صح، وهو يكافئ القوانين اللي احنا قلناها بس اختصار لاستخدامها مش اكتر. يبقى انا معايا الفي، كان معايا هنا الفي بكام؟ الفي كانت بتساوي الفي 3 تي سكويرد بلس 2 تي، فكنت اقدر اعمل لها ديريفاتيف اجيب الاي واعمل لها انتجريشن اجيب الاس. ده اللي فعلا احنا عملناه لحد دلوقتي. هل في سؤال؟ ها نسمع اسئله كده لو في اسئله. اسم واحد 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 بس. ها اسم في ال... وانا كنت بحسب البوزيشن اعمل ديفنت انتجرال على طول غلط. اه هي هي ده شغل رياضه مش قضيه تانكل ميكانكس. يعني انا في النهايه عايز الريليشن اللي متبروزه دي، انت بقى تعملها بلس سي هتعملها ليميتد انتجريشن انت حر، دي رياضه انا ماليش دخل فيها. ها ايه تاني دكتور لو سمحت؟ كنت فاهم جزئيه الافريج فيلوسيتي والافريج سبيد دي، سيبها للمحاضره الجايه. ليه بقى؟ لان انا المحاضره الجايه هحل لك عليها مسائل انت عارف كمان، وهنحل مسائل على الديستانس والديسبليسمنت، فدول محتاجين مساله رقميه عشان تفهم المقصود ايه. انا بس رميتها كده النهارده عشان اقول لك ان احنا عندنا البارامترز الفلانيه، فانا النهارده هركز على الفي والاي والاس وعلاقتهم ببعض من خلال الايكويشنز الثلاثه دول. طب بالنسبه للكلام اللي قلته في الاول محتاج تفصيل؟ اه محتاج تفصيل ومحتاج مسائل كمان، فاجل سؤالك ده. ها ايه تاني دكتور لو سمحت؟ قولي. هو الاكسلريشن بنحدد اتجاهها ازاي؟ انا ما بحددش اتجاهها، هو اللي في المساله خالص. بيحدد اتجاهها، هو في المساله اللي بيحدد اتجاهها. طب هو هنا في المساله عمل ايه؟ رسم لنا السهم اللي انت شايفاه دوت على العربيه، يعني السهم اللي على العربيه ده هو سهم للفيلوسيتي وسهم للاكسلريشن. طب لو ما كانش رسمه هعرف منين اتجاه الاكسلريشن؟ من المعادله. بص كده معايا، معادله الفي عباره عن ايه؟ 3 تي سكويرد بلس 2 تي، صح؟ التايم التايم الفاليوز بتاعته بتنحصر ما بين كام وكام؟ التايم من 0 لحد انفينيتي. طب احنا لو حطينا في الايكويشن بتاعت الفي التايم ب 0 لحد انفينيتي، الفي هتطلع بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ هتطلع بوزيتيف. طيب تعالي بقى في ايكويشن الاكسلريشن، اكسلريشن احنا جبناها كام؟ 6 تي بلس 2. اي قيمه للتي هتخلي الاكسلريشن برضه بوزيتيف، يعني معنى كده ان اتجاه الاكسلريشن مطابق لاتجاه الفيلوسيتي. تعالي بقى ازود على سؤالك،
طب انا في المسألة ديت يمين الاوريجين ولا شمال الاوريجين؟ طب انا يمين الاوريجين على طول ولا ممكن شوية يمين وشوية شمال؟ اللي هيحدد كده مين؟ معادلة الاس. بص كده معادلة الاس بتساوي كام؟ تي باور 3 بلس تي سكويرد، ودي معادلة دايما هتبقى بوزيتيف، يبقى انا دايما في المسألة دي يمين الاوريجين مش شمال. وصلت؟ وصلت. انا قصدي على اللي هو في اول سلايد، اول سلايد. لا قصدك في الكيرف؟ ايوه. لا ده يا ده انت قديمه خالص، ده انت من زمان. احنا قلنا ان الاكسلريشن هي كاوتش العربيه، مين اللي بيحدد؟ اللي ماسك الدريكسيون طبعا. هو احنا ماشيين بالعربيه الكاوتش القداماني بيلف لوحده ولا انا اللي سايق؟ انا اللي بلفه، انا اللي سايق، انا اللي بلفه. الاكسلريشن هي الفورس، مش انت عارفة من قانون نيوتن ان السيجما فورس بتساوي ماس في اكسلريشن؟ الماس ده رقم، يبقى زي ما تكون الاكسلريشن زي ما تكون الفورس. فمطور العربية ما يفهمش العربية ماشية ازاي، لكن انا بالكاوتش بتاع العربية بقول للعربية ايه؟ اتزق على طول، اتزق يمين، اتزق شمال. فلا بيحدد اتجاه الاكسلريشن هي اتجاه الفورس. احنا في الجزء بتاع الكينيماتيك ملناش دعوة اتحددت ازاي. نيجي بقى في الجزء بتاع الكينيتيك نقولك اتحددت ازاي. تمام؟ تمام، شكرا. طيب العفو، تعالوا نروح لمسألة كمان. مش ممكن سؤال؟ لا استنى بقى، ايه بعد المسألة دي نسمع اسئلة كمان. تعالوا نمسك الايه المسألة دي. المسألة ديت بتكمل اللي احنا عايزين نقوله. المسألة دي بتقول ايه؟ تعالوا نقراها سوا ونترجم. انا عايزكم تعرفوا ترجموا كويس جدا. Small projectile is fired vertically downward into a fluid medium with an initial velocity of 60 meter per second. انا قريت جملة طويلة عريضة، اعتقد ان العموم منكم ما شافش غير initial velocity ب60، بس انا بصراحة شفت حاجات اكتر بكتير. تعالوا شوفوها معي. انا شفت ايه؟ انا شفت كلمة fired. كلمة fired معناها ان initial velocity is not zero. ايه الانيشال فيلوسيتي وايه الفي نود اللي حضرتك كتبتها ديت؟ احنا عندنا كام رمز؟ عندنا اربع رموز. الرمز الاولاني اللي هو اس، الرمز الثاني اللي هو تي، الرمز الثالث اللي هو في، الرمز الرابع اللي هو ايه؟ V و S و T و A. لما اكون عايز اقول واحد منهم initial احط تحته الدايرة الصغيرة ديت، S node T node V node و A node، حيث النود معناها الانيشال فاليو من الفاريبل دوت. يعني الفاريبل ده بياخد ارقام كتير كده، اول رقم منهم بياخد رمز نود. ففي كلمتين خاصين بالفلاستي، الكلمة الأولانية هي released والكلمة الثانية هي fired أو projected. كلمة released معناها أن أنا سبته على حالته، يعني لو كان واقف يبقى بادئ من سكون، ولو كان بيتحرك يبقى بادئ من الحركة ديت. يعني إيه الكلام اللي أنا بقوله ده؟ يعني أنا كنت راكب عربية ماشية بسرعة 60 ومطلع إيدي من الشباك وماسك حجر، الحجر اللي في إيدي ده سرعته بكام؟ سرعته هي نفس سرعة العربية 60، عملت له ريليز سبته، أول ما سيبه هتبقى سرعته في الأول كام؟ 60، نفس السرعة اللي كان بيمتلكها قبل ما سيبه. لكن لما أقول إن أنا
كنت راكب العربية اللي بسرعة 60 ماسك حجر وحدفته، هتبقى السرعة بتاعتي هي ايه؟ هي 60 بلس الحدفة بتاعتي. طب لو انا كنت على ارض ساكنة وعملت ريليز، يعني انا واقف في البلكونة وسبت حجر، في الحالة ديت هيبقى اسمها ايه بقى؟ released from rest. يبقى released from rest معناها الفي نوت بزيرو، كلمة فايرد معناها الفي نوت بكام؟ برقم مش بزيرو. عشان كده الراجل جه بعد كده قال لي ايه؟ قال لي خلي بالك ده الفي نود بتساوي كام؟ بتساوي 60 متر بير سكند. بس لحد دلوقتي انا مش عارف اتجاهها ايه، لان ممكن تكون ال 60 دول يمين او شمال او لفوق او لتحت او مايله، انا معرفش. لكن هو حدد وقال لي ايه؟ فيرتيكالي. كلمه فيرتيكالي انا فهمت منها ان هو ماشي في ستريت لاين، لان مفيش حاجه اسمها فيرتيكالي في كيرف. الفيرتيكالي لازم يكون في ايه؟ في ستريت لاين. يبقى هو هنا ضمن قال لي ان البارتيكل ده ماشي في ستريت لاين موشن. طب ما هو الفيرتيكالي دي يا دكتور ليها احتمالين، ممكن يبقى لفوق ممكن يبقى لتحت. اقول لك لا، ما هو وضحها وقال فيرتيكالي ايه؟ فيرتيكالي داون وورد. يبقى الداون وورد تخليني احط هنا سهم ماله نازل لتحت. طب ما تيجوا معايا نبص للرسمة اللي موجودة في المسألة. الرسمة ديت بتديني معلومات، هنرجع نقرأ بس تعالوا نشوف المعلومات اللي موجودة في الرسمة. نقطة O متعرف عليها عندنا كلنا انها الأورجين، واضح ان هي عند سطح الفلويد او ادي السيرفيس بتاع الفلويد. ورسم لي هنا سهم، انا متهيالي المعظم مش شايفه اهو، او وكاتب عليه اس. فاكرين المسألة اللي فاتت؟ يبقى معنى كده ان هو بادئ من الاو ونازل لتحت، ومعناها تاني ايه؟ ان البوزيتيف لتحت. عشان كده تلاقوني كتبت الفلوستي بالبوزيتيف. بصوا كده كتبت كام؟ بلس 60. او ليه؟ لانها ماشية مع البوزيتيف بتاع الرسمة. طيب ايه تاني؟ قال لي due to the drag resistance of the fluid، واضح ان الفلويد ده كان زيت، فكان في مقاومه لحركه البارتكل جوه الايه؟ جوه السائل. اعتقد ان في تجربه عندكم في الفيزياء عن كده. بيقول لي the projectile experiences a deceleration. يعني ايه يا دكتور deceleration؟ deceleration يعني الاكسلريشن عكس الفيلوسيتي، ده اللي قلناه في الكلام النظري اللي في الاول. يبقى كلمة دي الاخر بصوا كاتبها بكام؟ بماينس 0.4 في سكويرد. يبقى هنا مدينا الديسيلريشن بكام؟ بماينس 0.4 في باور 3، واليونت بتاعته متر بير سكند سكوير. واضح ان احنا لسه في مرحلة المعلومات الكتير. يعني هو لو كان قال كلمة ديسيلريشن لوحدها كنت انا بايدي حطيت ماينس. لو كان قال لي upward acceleration كنت برضو حطيتها ايه؟ ماينس. لكن الراجل واضح ان هو لسه مستصغرني، فبيديني المعلومة بكلمة ويديني المعلومة بفاليو او بإشارة، وبيأكد ان الفلوستي اللي موجودة في الرول دوت اليونت بتاعتها بالمتر بير سكند. determine طالب ايه؟ الريكوارد بقى بتاع المسألة. determine ايه؟ البروجكتايل فيلوستي، عايز الفي، وعايز كمان البوزيشن اس. كل الكلام ده امتى؟ بصوا كاتبها ازاي. افتر 4 سكند از فايرد. واحد يقول لي يا دكتور انا عارف ديت بقى، انا ترجمها لك. قلت له ايه؟ قال لي دي معناها، دي معناها يا دكتور ان التايم، تعالوا نصغر شويه اهو، دي معناها يا دكتور ان التايم بيساوي 4. ده انا شاطر اهو مذاكر وعارف كل حاجه. هقول له غلط، التايم بتساوي 4 دي ايه؟ غلط. ايه ده غلط؟ امال ايه الترجمه؟ اقول لك هو قال لك ات ولا بعد؟ ايه ده هتفرق؟ طبعا تفرق. لما اقول لك قابلني الساعة 2
غير لما اقول لك قابلني بعد ساعتين، صح ولا غلط؟ رغم ان الاثنين اتنطقت في الجملتين. بصوا كده اولها تاني، قابلني الساعة 2، يبقى التي بكام؟ باتنين. لكن لما اقول لك قابلني بعد ساعتين، هل هتقول التي باتنين؟ اما هتعمل ايه؟ هتبص في ساعتك تلاقي الساعة دلوقتي 4، يبقى جملتي معناه ان انا قابلك الساعة 6. جيت قلت لك قابلني بعد ساعتين، بصيت في الساعة لقيت الساعة 1، تقوم انت تقول لي خلاص يبقى انا هكون مستنيك الساعة 3. اللي مديها لنا ديت بيقول بقى ايه؟ فور سكند افتر اتس فايرد، يعني الدلتا تي بتساوي 4، مش التي هي اللي بتساوي 4. طب هي الدلتا تي دي عباره عن ايه؟ قال عباره عن تي ماينس تي انيشال، تي ماينس التي اللي احنا حذفنا فيها البارتكل. بمعنى كده تي ماينس تي فارد ايكوال كام؟ ايكوال 4. واحد يقول لي يا دكتور، يا دكتور دكاتره عين شمس دول بيحبوا يكلكعوا الدنيا. ما يا دكتور اصلا هو فايرد لما كان التايم بزيرو، يعني التي فارد ديت بزيرو، يبقى معنى كده ان التي ايكوال 4. ما هي يا دكتور التي ب 4 اهي، امال انت ليه عاملها لنا فوق غلط؟ ما انت قعدت تشرح اهو بقالك 10 دقائق ووصلت لنفس الكونكلوجن ان التي ب 4. قال لك لا، بس خلي بالك بقى، هنا في المساله ديت ما ادانيش الانيشال تايم فحطيته بزيرو، هل ده دايما موجود؟ طبعا لا. ليه؟ لان انا ممكن اقول لك هات لي الفيلوسيتي والبوزيشن 4 سكند افتر ذا اكسلريشن از كذا. بص اللفه، هقول لك هات لي الفيلوسيتي والاكسلريشن 4 سكند افتر ايه بتساوي ماينس 0.4 متر بير سكند سكوير. ايه ده؟ هل كده تيب 4؟ طبعا لا، ده انت حضرتك هتروح تجيب التايم لما كانت الاكسليشن بالرقم ده، طلع مثلا التايم بتلاتة، فيبقى ساعتها التايم اللي انا محتاجك تجيب لي عنده الفلوس والاكسليشن بكام؟ بسبعة، اربعة زائد تلاتة. فمش دايما الانترفال بتديني الفاليو بتاعت التي، المسألة ديت ادتني الفاليو بتاعت التي. يبقى تطابق اجابتي مع الاقتراح اللي حضرتك قلته في الاول ده بالصدفة في المسألة ديت، لكن مش ده عموم الكلام. فخلي بالكم من ترجمة الأرقام، ساعات الرقم بيبقى value للفاريبل وساعات الرقم بيبقى difference للفاريبل. هنا الفور سكند ديت ايه؟ difference، أربع ثواني بعد ما اتحدف، فلأن هنا اتحدف عند time بزيرو فالأربع ثواني ادوني التايم بفور. بصوا أنا شفت المسألة ازاي؟ لازم حضراتكم تشوفوا المسائل كلها زي كده، تمسكوا كل كلمة وتطلعوا معناها، مش معناها بالعربي، معناها بالميكانيكس. طيب تعالوا نحل، ادينا ترجم، تعالوا نشوف الحل هيبقى عامل ازاي. الحل هيبدأ من الريكوايرد، احنا دايما بنفكر من اين يؤكل الكتف. انت عايز ايه؟ قال لي كان اول ريكوايرد عندي ان انا عايز الفيلوسيتي بكام لما التايم كان بفور. خلاص بقى احنا ترجمناه، عايز الفيلوسيتي لما كان التايم بفور. والله انا شايف ان انت دلوقتي رابط الفي بالتي، وانا اصلا معايا فوق اي وفي، يبقى احنا عايزين علاقة بتربط ما بين الفي والتي والاي. عارفها ان الاي بتساوي دي في باي دي تي. طب دي هنعمل بها ايه؟ اقول لك تعالى كده، مش الاي بتساوي ماينس 0.4 في بار 3؟ طب خلاص شيل الاي ديت وحط مكانها دي في باي دي تي، هتساوي الماينس 0.4 في باور 3. الناس بقى اللي شاطرين في الماس، انا مش شاطر بصراحه في الماس، خلي بالكم انا على قد خالص، هيقول لي هنعمل سيبريشن للفاريبلز، يعني هيبقى عندك ايه؟ في باور نيجاتيف 3 دي في بتساوي نيجاتيف 0.4 دي تي. يلا نعمل انتجريشن، ها ديت تدينا كام؟ في
باور نيجاتيف ايه بقى 2 على نيجاتيف 2 ايكوال نيجاتيف 0.40. ممكن نحط الكونستانت يمين او شمال او او يمين يا سيدي او بلس سي سي 1. طبعا محتاجين انيشال فاليو. الانيشال فاليو كانت ايه؟ كانت ان الفي نوت بتساوي بلس 60 هو اللي قايلها لنا. طب لو كان فايرد ابورد كانت تبقى ماينس لان انا واخد البوزيتيف لتحت. كلمه في نوت دي معناها ايه؟ معناها ان احط التايم تي نوت بزيرو. لا هو صار ما جابليش السيره هنا على الانيشال تايم. ممكن على فكره الانيشال تايم يبقى فاليو غير الزيرو بس لازم يقول. لو ما قالش يبقى التي نوت بزيرو. طب حط الكلام ده بزيرو اصبح ايه بقى؟ ان السي 1 هتساوي 60 باور نيجاتيف 2 على 2. تعالى بقى سبستيوت الكلام دوت يبقى ايه؟ تعالى نمسح ديت. شاف ليه ساعات بيمسح وساعات ما بيمسحش؟ تقريبا بمزاجه خالص يعني. والله معلم طيب هنشطب عليها وانا بعد كده لما ابعت لكم الفايل، لان انا هبعت لكم الفايل دوت هكون مسحت لكم البتاع دي، اكيد ليها طريقه لمسحها. يبقى انا عندي المعادله عباره عن 60 باور نيجاتيف 2 ماينس v باور نيجاتيف 2 الكل على 2 ايكوال نيجاتيف 0.4t. المعادله ديت معادله بتربط ال v وال t، معادله رقم 2. يبقى انا كل اللي هعمله ان احط التايم ايكوال 4 سكند اجيب مين؟ اجيب ال v. هتطلع معانا ب 0.559 متر بير سكند. طيب تعالوا نشوف الجزء الثاني. ايه الجزء الثاني؟ الجزء الثاني هو ان احنا عايزين نجيب البوزيشن عند تايم معين. عند تايم بكام؟ عند تايم بفور. عايزين نجيب البوزيشن عند تايم بفور. يبقى احنا عايزين علاقة ما بين الاس والتي. بس المشكله ان احنا عندنا علاقه ما بين الاي والفي. ايه ده؟ هو في علاقه بتربط ما بين الثلاثه دول؟ لا مفيش. فانت عندك احتمال من الاثنين، يا اما انك تقول اس وتي واي ودي مش موجوده، مفيش علاقه بتربط ما بين الاس والتي والاي، يا اما ما بين الاس وايه بقى والفي والاي. ايه ده بس الاس والفي والاي دول هينفعوا ازاي؟ ده انا عايز تايم، انا عايز تايم. اقول لك ما احنا ممكن نحول التايم ده ازاي؟ في تفكيرين. التفكير الاولاني ان احنا نستخدم الايكويشن 2. نستخدمها ازاي؟ قال لي بقى هنجيب الفي لوحدها فانكشن في التي. يعني هنقول كده 60 باور نيجاتيف 2 ماينس في باور نيجاتيف 2 ايكوال نيجاتيف 0.8 تي. نجيب دي هنا ونجيب دي هنا، يبقى 60 بلس 0.2 ايكوال في باور نيجاتيف 2. يعني واحد على الكلام ده بيساوي واحد على في سكوير. يا نهار ابيض، ده موال كبير قوي. يبقى المهم تجيب الفي بقى، يبقى الفي هتساوي ايه؟ روت 60 باور نيجاتيف 2 نيجاتيف 2 بلس ال 0.8 تي تحت الروت، وتشيل بقى ديت وتحطها دي اس باي دي تي. يا لا 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 لا، ده رياضه صعبه، ده انا صعب عليا. طب ايه الطريق الثاني؟ قال لي الطريق الثاني هو تحويل الجيفنز. بص هحول الجيفن ازاي؟ بص التريكه ديت. هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي هات لنا الاس بكام لما كان التايم ايكوال 4. بس انا من شويه عرفت عند تايم بفور ان الفي بكذا، فاقول ايه؟ طب ما هي ممكن نحولها تبقى هو عايز الاس لما الفي تساوي 0.559. طب ايه ميزه التحويله ديت؟ ميزه التحويله ديت ان انا ان الاي بتساوي في دي في باي دي اس، وانا عندي معادله للفي للاي عباره عن نيجاتيف 0.4 في باور 3. في باور ايه؟ باور 3. فاجي اقول له في باور 3، فاجي اقول له هعمل سيبريشن للفاريبلز. طبعا
طبعا ديت هتطير مع دي تفضل السكوارد فتبقى في باور نيجاتيف 2 دي في بتساوي نيجاتيف 0.4 دي اس. يلا يا سيدي نعمل انتجريشن. دي هتدينا في باور نيجاتيف 1 على نيجاتيف 1 بلس سي 2 ودي هتدينا نيجاتيف 0.4 اس. طبعا احنا عارفين الفي نود كانت ب 60 كانت ساعتها الاس نود برضو بايه بزيرو فهنستخدم دول نجيب مين السي. يبقى المعادله دي سهله هي بقت معاك. كل اللي هتعمله ان انت هتحط الفي بتساوي 0.559 جبت مين جبت الاس اللي هو عايزه. يبقى انا مدرستي انك تهرب من الكالكلس وصعوبتها. فالناس اللي بتحب الكالكلس هيعمل الحل اللي على الشمال هيقعد بقى ايه يعمل سمبليفيكيشن للمعادلة ويجيب الفي لوحدها بعد كده يشيل الفي ويحطها دي اس بعد دي صح. طبعا صح ويبقى حل مظبوط وياخد الفول مارك لو جايب ايه خطواته صح والفاينل انسر صح. الجزء اللي على اليمين للناس اللي زي حالاتي بقى الناس اللي هم ما بيحبوش الرياضة بيحاولوا يهربوا منها بقدر الامكان. كان ايه الطريقة بقى اللي عندي حول الجيفنز بدل ما كان طالب الاس عند التايم بفور خليته بقى طالب الاس عند في بتساوي كام 0.559. في واحد عاب الطريقة ديت قال لي يا دكتور في مشكلة افرض ان الفي بتساوي 0.559 دي كانت غلط اكيد هجيب الاس غلط. كلامه مظبوط بس انا اعتقد يعني ان لو انت كنت جايب الفي بتساوي 0.599 غلط ديت يبقى اكيد انت جايب المعادلة اللي قبلها اصلا غلط لان ما اعتقدش ان مهندس هيعوض في المعادلة ويجيب رقم ايه رقم ده احتمال ضعيف. فاذا كنت انت جايب الفي غلط يبقى اكيد اوريدي انت جايب المعادلة غلط فحتى لو استخدمت طريقة الانتجريشن ما انت اصلا جايب معادلة غلط يبقى الدنيا ايه يبقى الدنيا باظت معاك. في المسألة ديت اتعلمنا حاجات جديدة عن المسألة اللي قبلها. اتعلمنا ايه اتعلمنا كلمة vertically انا براجع كده اتعلمنا ايه اتعلمنا ان كلمة vertically معناها straight line. اتعلمنا ان كلمة downward معناها ان هو بدأ بانه نازل لتحت ولما بصيت للرسمة عرفت ان البوزيتيف متاخد لتحت من الاورجين ورسمة الاس. كلمة fired عرفنا ان الفي نود ليها initial value وكانت بكام كانت ب60 بالبوزيتيف. كلمه ديسيليريشن معناها ان الاي واخده اشاره عكس الفي. طيب ايه كمان عرفنا ان الفيلوسيتي يعني في البوزيشن يعني اس وعرفنا التريكه بتاعه 4 سكند افتر انها انترفال مش انفينيت تايم. طبعا الناس اللي بتحب الاختصارات هتقول لي يا دكتور انا برضو اعرف حاجه كده انها لو كانت الاي فانكشن في الفي فانا بفكر دايما في احتمالين لما يحصل كده لما يلاقي الاي دي كانت نوت رقم واحد نوت رقم اتنين. لو كانت الفي الاي فانكشن في الفي قال لي بفكر في احتمالين ان انا احط الاي بتساوي دي في باي دي تي لو المسألة مرتبطة بتايم وبحطها ان الاي بتساوي في دي في باي دي اس لو المسألة مرتبطة بايه مرتبطة بلوكيشن. فعلا هو ده اللي احنا عملناه وحلينا بيه المسألة. هسمع سؤالين تفضل. ممكن اسأل يا دكتور؟ تفضل. هو احنا ليه في اخر المطلوب ده اللي هو بتاع الاكسلريشن بتاع الاس استخدمش الرول اللي خدناها اللي هي اس ايكوال في نوت تي بلس هاف اي تي سكوير. الله عليك الله عليك الله عليك. انا مستنيك من بدري انا مستنيك من بدري. تعالوا طبعا بعد شر عنك يعني تعالوا نحل زي طالب الاف جريد. شكرا. لا بعد شر طبعا علي انا قلت بعد شر عليك اهو. طيب تعالوا نشوف الحل ده وسؤال سؤال زميلنا جميل جدا بيقول لي ان الاي بتساوي ماينس 0.4 في باور 3. طب يا دكتور ما هو مدينا الفي نود بتساوي بلس 60 متر بير سكند. قلت له قال لي طب ما خلاص يبقى الاكسلريشن بتساوي ماينس 0.4 في 60 باور 3. طلع علينا ايه ديت يلا نحسب. هتبقى 60 باور 3 تايمز ال 0.4 ادانا رقم ضخم كده
هو 8.6 متر بير سكند سكوير. قال لي الرقم دوت هقدر من خلال اقول ايه بقى؟ اقول ان الاس بتساوي في نوت تي بلس هاف اي تي سكوير. القانون ده هنتكلم عنه بالتفصيل الليكتشر الجاي، بس عشان نجاوب على سؤال زميلنا، هيبقى 60 مضروبه في التايم اللي هو 4 بلس هاف في الاليا بكام بقى؟ ماينس 8.6 في التايم اللي هو بكام؟ اللي هو بفور الكل سكوير. جبت الاس، هو كان عايز الفي كمان اهو، الفي ايكوال في نوت بلس اي في تي، يبقى الفي ب 60 بلس نيجاتيف 8.6 في التايم اللي هو بفور، جاب كمان الايه؟ يبقى ديت كده بمتر ودي كده متر بير سكند. الحل ده دكتور ستيبس كتير، اكمل بس، وفي خطوات كتير وفي ارقام كتير، بس انا الحل ده لو جالي هعمل كده واعمل كده. حد يقدر يقول لي ليه؟ عشان العجله مش مستقره، عشان العجله مش ثابته، الاكسلريشن مش فاريبل. اه يعني ايه كونستانت ويعني ايه فاريبل؟ هل يا جماعه ينفع عند لحظه معينه اسالك عن رقم معين واقول لك ده ثابت ولا بيتغير؟ يعني هل الثانيه الرابعه، واقول لك الفلوستي ثابته ولا بتتغير؟ طبعا لا. عشان اسال هو ثابت ولا بتغير لازم يبقى في انترفال، يبقى في فتره خلال الاربع ثواني، خلال العشر ثواني الجايين، لا ده في الخمس ثواني اللي فاتوا. يبقى الباشمهندس اللي سال الثبات محتاج انترفال، الثبات محتاج ايه؟ انترفال. فكانت المساله بتاعتنا من تايم بزيرو لحد تايم بكام؟ لحد تايم بفور، كانت الاكسجين بتساوي نيجاتيف 0.4 في بار 3. الرقم ده فاريبل كل شويه بياخد فاليو مختلفه. انت لما حطيتها في البدايه الفاليو دي هي كانت الاي نود، بس القانون ده لازم تبقى الاكسلريشن ثابته خلال الفتره اللي انت بتدرسها. فطبعا خلي بالكم من الوقعه ديت، انا مقصودش المساله ديت، انا اقصد الوقعه دي بتحصل في مواد كتير، في مسائل كتير بيبقى معاك حل، والحل ده بيبقى سريع وشايفه عبقري، وساعات ممكن تملى بيه صفحه فولوسكاب كامله من الخطوات والارقام والحسابات، وللاسف بتطلع من الامتحان تلاقي 20 30 واحد زيك حلين نفس الحل، وتراجعوا مع بعض وتقولوا بس احنا قفلنا الامتحان. فخلي بالك من الاخطاء دي. سؤال زميلنا جميل جدا جدا جدا، لانه وضح لنا غلطه كتير جدا مننا بيقعوا فيها، وكنت هاكد عليها المحاضره الجايه، ان خلي بالك القوانين الخاصه ليها شروط خاصه. القوانين اللي معظمنا حافظها في ايكوال في نود بلس اي في تي، في سكوارد ايكوال في نود سكوارد بلس 2 اف اس، الاس ايكوال في نود تي بلس هاف اي تي سكوارد، ليهم شرط. ايه هو الشرط؟ ان الاكسلريشن تكون كونستانت along the chosen interval. انت قررت تدرس، بس خلي بالك في مساله بتبقى انترفال، مساله عربيه ماشيه في انترفال كانت الاكسجين ثابته، في انترفال ثانيه كانت الاكسجين كونستانت سوري فاريبل. ففي الحته الثابته تقدر تستخدم القوانين دي، في الحته الفاليبل ما تقدرش تستخدم القوانين ديت. ها فين زميلنا اللي سال لان شكله زعل؟ لا فهمت كده؟ اه تمام شكرا. فهمت؟ سؤالك جميل جدا بصراحه. طيب انا قلت هسمع سؤال كمان. ها قول دكتور بعد اذنك. ممكن سؤال؟ قولي. ها هو معلش هو حاجه بس انا متلخبطه فيها، يعني هي السي 2 هنجيبها ازاي؟ يعني هحط ايه بزيرو علشان اعوض واجيب السي 2 بعد ما وصلت الايكويشن دي؟ السي 2 اللي هو الكونستانت الثاني. اه ما انت معاكي اهو، معاكي الانيشال بوزيشن انه بزيرو اهي. بصي تعالي كده ناخد الاختراع ده. بص شايفه اللي انا شاورت عليه دلوقتي ده؟ الفي بكام؟ ب 60، والاس نوت بكام؟ بزيرو. هنيجي بقى في المعادلة اللي هي رقم 3 اللي انا سميتها 3 دي دلوقتي، هنشيل الاس نحطها بزيرو ونشيل الفي نحطها ب 60، يبقى مين اللي فاضل؟ السي 2 نحسبه. اه بصي اي كونستانت بتاع انتجريشن بنبقى محتاجين نعرف كل الفاريبلز عشان نعرف نطلعه هو.
يعني في الايكويشن رقم واحد انا ما كنتش عارف السي 1 بس كنت عارف ايه بقى ان الفي نوب ب 60 عند التايم ب 0 فجيت في المعادله دي وحطيت كل في ب 60 وكل تي ب 0 اتفضل لي مين السي 1 طلعته فالمعادله رقم 2 ولا المعادله ديت يعني فيها في وتي وسي 1 فعرفت الفي والتي المعادله اللي انت سالت عليها فيها في واس وسي 2 فانا كنت عارف الفي نود والاس نود جبت السي 2 تمام شكرا يا دكتور العفو تعالوا نمسك معلش يا دكتور هو مش سؤال جديد هو مش سؤال جديد هو سؤال في اللي كان لسه الباشمهندس ساله من شويه اللي هو كان بتاع القوانين الثابته دي بتاع الجريمه ده قول ايوه لو احنا كنا عوضنا في نفس القوانين دي بس بقيمه الفي 4 وكنا برضه عوضنا في الاكسلريشن اللي هي عند تي ايكوال 4 كانت القوانين تمشي عادي صح لا ما تمشيش عادي بص دي مش قوانين لحظيه ما هو انا انتوا كده هتجروني الكلام انا هقوله المحاضره الجايه بص انا هقول لك سريعا بس لو ما فهمتش ما تسالنيش ماشي القانون ده كده غلط القانون دي كده مكتوبه غلط كتابه القانون انها في ايكوال في نود بلس اي دلتا تي القانون الثاني برضو مكتوب غلط على فكره هو الفي سكوير ايكوال في نود سكوير بلس 2 اي دلتا اس خدت بالك من حاجه ان هنا دي اسمها دلتا تي فانت لما تقول التي 4 هي اصلها 4 ماينس 0 السؤال بقى من الزيرو للفور كانت الاكسيشن ثابته لا الدلتا اس من اس نود لاس ايه لاس عند التي 4 كانت الاكسيشن ثابته برضو لا فدي قوانين انترفال مش قوانين لحظيه القوانين اللحظيه هي قوانين الدريفت والانتجريشن اللي احنا بنتكلم عنها في محاضرتنا خلاص تمام شكرا لكم يو ار ويلكم تعالوا نمسك المساله الاخيره لان انا شخصيا بصراحه تعبت ما اعرفش انتوا تعبتم ولا لا بس ايه انا تعبت فتعالوا نترجم المساله دي ونروح رغم ان احنا في البيت في المساله ديت بيقول لي ميتاليك particle is subjected to the influence of magnetic field as it travels downward through a fluid يا نهار ابيض على الانجليزي يا نهار ابيض واضح ان الراجل عمال يشرح لنا مساله طويله عريضه بيقول لنا ايه بيقول لنا خلي بالك ده في هنا تو بليتس اهو البليت A والبليت B وفي كوره بتقع ما بينهم وقال لي طبعا downward عشان ايه يوصف لي انها نازله لتحت خلاص بقى احنا بقينا محترفين قراية رسومات انا لو بصيت للرسمة ديت كلنا مفروض الناس اللي منتبهة معايا هتبقى عارفة ايه هتبقى عارفة ان المكان ده هو الاورجين يعني نقطة ايه تمثل الاورجين وهيعرفوا ايه كمان هيعرفوا ان الاس متقاسة من الاورجين ادي السهم اهو بتاع الاس ويفهموا كمان ان البوزيتيف كان لتحت المفروض كل الناس اللي قدامي تفهم كده طب تعالوا نشوف الكلام ترجمته ايه بيقول لي كلام المفيد بقى if the particle is released from rest at the midpoint C حيث الاس ب 100 مليمتر اتفقنا ان كلمة released لوحدها مش معناها الفي نود بزيرو لكن كلمة released from rest تترجم لي ان الفي نود بكام بزيرو واحد في مرة سألني يا دكتور هي الفي نود بزيرو دي downward ولا upward طبعا كلكم عارفين ان الزيرو ملوش direction لكن لو كان لي value كنت لازم ابقى عارف هي upward ولا downward طب ايه كمان قال لي at the midpoint C المسافة ما بين الـ A والـ B 200 المسافة ما بين الـ A والـ B ايه 200 يبقى الـ midpoint بكام ب 100 طب الـ 100 دي positive ولا negative خلي بالك بقى انت راسم الـ S لتحت وهو في الجزء الـ positive بتاع S يبقى الـ S نوت بكام الـ S نوت بتساوي 100 ملي متر بالبلس كده هي ممكن تبقى بالماينس ممكن تبقى بالماينس في مسألتنا هنا بالايه بالبلس اهتموا بالاشارات لان الاشارات بتوديني في مسألة تانية خالص and the acceleration
ده مديني معادله للاكسلريشن بيقول لي ان الاي بتساوي 4s حيث الاس ديت اليونت طبعا بتاعتي متر بير سكند سكوير. وخلي بالكم ان الاس ديت ان ايه خدعه اهي ان متر ان متر يبقى لازم يبقى كل حاجه عندي بالمتر. يعني معنى كده ان الاس نوت دي قبل ما انسى احولها هتبقى بلس كام؟ هتبقى بلس 0.1 متر. انا شخصيا بغلط الغلطه دي وما احولش يونت وعوض وافتكر نفسي حالل صح. الكلام ده ايه؟ مش دايما. طيب ديترم عايز يعرف الفيلوسيتي اوف ذا بارتكل لما يوصل نقطه بي. نكتبها ازاي ديت؟ بيقول لي ديترمن ديترمن ايه بقى؟ الفي بي. بصوا كتبتها ازاي؟ هو في معلومه عن البي؟ ايه المعلومه اللي تعرفها عن البي؟ لو بصيت للرسمه هلاقي ان الاس بي بكام؟ ب 200 يعني بلس 0.2 متر. والراجل حتى لسه مستصغرني واداني القيمه كمان كرقم. بيقول لي كمان عايز ايه؟ عايز التايم ات تيكس تو ترافل فروم سي تو بي. يعني عايز التايم من سي لبي. طبعا التايم من سي لبي هو تايم بي ماينس تايم سي. من حقك لو ما ادكش معلومه عن الانيشال بوزيشن تحطه بزيرو. من حقك لو مش مديك معلومه عن الانيشال تايم تحطه بزيرو. هو هنا ما ادناش معلومه عن الانيشال تايم يبقى التي سي كام؟ بزيرو. يبقى واضح ان التي سي بي اللي عايزه هو نفسه مين؟ هو نفسه تايم النقطه بي. كده احنا ترجمنا المساله. يتفضل نحل المساله. هنحلها ازاي؟ الحل تعالوا نمسكها واحده واحده. انت عايز ايه؟ قال انا عايز الفيلوسيتي بكام لما كانت الاس بتساوي بلس 0.2 متر. واحد قال لي يا دكتور المعادله اللي معاك هي 4s وانا اعرف ان لو كانت الاكسلريشن فانكشن في الاس يبقى انت ما قدامكش غير ان الاي بتساوي في دي في باي دي اس. اقول له صح. يبقى انا هشيل الاي دي واحطها ايه؟ في دي في باي دي اس بتساوي ايه بقى؟ بتساوي 4s. اعمل سيبريشن للفاريبل يبقى في دي في هتساوي 4s دي اس. من ضمن الناس اللي انا منهم بعد شويه بنسى وبكتب ايه بقى؟ في دي في بتساوي 45 دي اس. واعمل كده. خلي بالكم عشان انا من الناس ديت، اوعوا تبقوا زيي. تعالوا نعمل انتجريشن اهو. هنا انتجريشن وهنا ايه؟ انتجريشن اهو. وفي الانتجريشن دوت نحط ايه؟ نحط الليميتس اوف انتجريشن او نحط كونستانت. ده صح وده برضو ايه؟ وده برضو صح. الاثنين صح. طب لو انا عايز اعمل ليميتس عشان الناس اللي حابه تحل بالليميتس، قال لي بنبدا فوق نحط اي في عند اي اس، اي في عند اي اس. طب وتحت؟ قال لي تحت بنحط كونديشن احنا عارفينه. تحت بنحط كونديشن احنا عارفينه. انت عارف ايه؟ قال لي انا عارف لما كنت عند نقطه سي كانت السرعه بزيرو. لما كنت عند نقطه سي كانت السرعه بايه؟ بزيرو. تعالوا نعمل انتجريشن. الانتجريشن دوت هيدينا ايه؟ اللي على الشمال هيدينا v سكويرد، هيطلع فوق كده v سكويرد على ايه؟ على الاثنين. وهنسبستيتيوت من زيرو لاي v. طب واللي على اليمين هتدينا ايه؟ قال هتدينا 4s سكويرد على الاثنين. وهسبستيتيوت من كام لكام؟ من 0.1 لاي s. الكلام ده اعتقد ان هو سهل بالنسبه لنا كلنا. هاجي اقول له ايه؟ على اليمين بقى عباره عن في سكويرد على الاثنين. في سكويرد على الاثنين ماينس زيرو. واللي على اليمين هيبقى ايه؟
ما تيجي نشيل الاثنين اللي عامله لنا وشه اهي نضربها هنا وهنا فيبقى في سكوير ده على طول، واللي على اليمين هتبقى ايه 4 هنا اس سكوير وهنا 0.1 ايه 0.1 سكوير. يبقى واضح ان انا طلعت بان الفي سكوير ده هتساوي 4 في اس سكوير ماينس 0.1 سكوير. خلصت. هتعمل ايه المعادله ديت؟ معادله رقم 2 هتحط الاس بتساوي 0.2 تجيب مين؟ تجيب الفيلوسيتي عندي بيه اليونت ايه بقى متر بير سكند. اعتقد ان ديت مفيهاش مشكله. تعال نروح للريكوارد التاني، هو عايز ايه بقى؟ عايز التايم. عايز الريكوارد التاني عايز التايم بتاع نقطه بي. طب انت عندك كم معلومه عند البي؟ قال لي عندي معلومتين. المعلومه الاولانيه كانت جيفن وانا واثق منها ان الاس بتاعت البي ب 0.2 متر، والمعلومه الثانيه قال المعلومه الثانيه انا اللي جايبها ان الفلوستي بتاعت البي كانت، تعالوا كده نغشها، كانت 0.346 متر بير سكند. طب وانت معاك ايه؟ قال لي انا معايا معادلتين، معادله بتربط الاي بالاس ومعادله تانية بتربط الفي بالاس. اه بس في مشكله ان الاي والاس ما يجيبوش تايم، والفي والاس ممكن يجيبوا تايم بس مكلكعه. طب هل ينفع اربط التايم بالاس؟ ما عندكش معادله تربطه. طب هل ينفع التي بالفي؟ اه ينفع بس المعادله صعبه. يبقى واضح ان انا ما قداميش غير الطريق بتاع ان الفي بتساوي دي اس باي دي تي. طب انت ليه يا دكتور متخوف من الطريق ده؟ ده طريق جميل جدا. اقول لك بصراحه هيبقى فيها شويه حسابات كده مش 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 عاجبان انا، يعني لازم تجيب الفي الاول لوحدها، فهتبقى ايه 2 في ايه بقى في اس سكوير ماينس 0.1 سكوير تحت الروت. تمام تمام. وتيجي هنا تقول لي ايه ان الدي اس باي دي تي بتساوي الكلام دوت اس سكوير ماينس 0.1 سكوير، تقول لي ماشي جيب دي هنا ودي جيب دي هنا، فتبقى الدي اس على الروت اس سكوير ماينس 0.1 سكوير بتساوي 2 دي تي. واعمل ايه؟ اعمل انتجريشن. لما كنت في البدايه طبعا هنا هنحط اي اس وهنا هنحط اي تي. طب تحت قال لي في البدايه يعني لما كانت تايم بزيرو كنت عند نقطه سي، يعني كنت على عمق كام؟ 0.1. لاجل الحظ الانتجريشن ده محفوظ. الانتجريشن ده ايه؟ ها في سؤال؟ الانتجريشن دوت محفوظ، فيطلع بقى في النهايه لين الروت ده اس سكوير ماينس 0.1 سكوير ماينس الاس على 0.1 هيساوي كام؟ هيساوي 2 تي. طب محفوظ ازاي يا دكتور؟ انا عندي كده ورقه عمرها يزيد عن ال 100 سنه، هعمل لها سكان واديها لكم. بس عايز اقول لكم ملحوظه مهمه جدا ان احنا مش هنروح للانتجريشنز الصعبه، يعني في الغالب مسائلنا هتتحرك في الباينوميال انتجريشن، تزود الباور، تقسم على الباور الجديد، تنقص الباور، الكلام ده كله. لكن الكلام اللي محتاج مني بقى ساين ماينس 1 وكوتان وتان والكلام الكبير ده نسيبه لايه؟ نسيبه لبتوع الرياضه ونسال احنا بس في الميكانكس. فاحنا مش هنجيب لكم انتجريشنز صعبه بمعنى الكلمه. طيب وصلت للمعادله ديت، معادله رقم 3، هيتفضل ان انا هعوض تعويض مباشر بان انا احط الاس بتاعتي. تعالوا نطلع كده فوق شويه، هنحط الاس بتاعتي بكام؟ هنحط الاس بتاعتي بال 0.2 نقدر نجيب التايم بتاع نقطه بي، طلع معانا 0.658858
سكند. ماشي الكلام؟ بكده انا خلصت اللي محتاجكم تعرفوه النهاردة. انا كنت محتاجكم تعرفوا ايه؟ الاتي، عشان كل واحد يبقى عارف اللي مطالب بيه. السلايد الاولانية احنا كنا بنتكلم على هندرس ايه في الترم دوت. بعد كده عرفتكم ليه البادي هيمشي في ستريت لاين وليه البادي هيمشي في كيرف، والرسمة دي لازم تبقى حاضرة في ذهن حضرتك لحد ما تمتحن الفاينل، لحد ما تمتحن الفاينل. وزي ما جاوبنا سؤال زميلتنا ان اللي بيحدد اتجاه الاكسلريشن هي الفورسز المسببة للاكسلريشن، وده اللي هندرسه في الجزء بتاع الكينيتيك. من الملحوظات برضو اللي بأكد عليها ان الفلوستي دايما تبقى تانجنت. تانجنت يعني بيربنديكولر لريديوس الكيرف لو كنت ماشي على كيرف، او بارالل لللاين لو كنت ماشي ستريت لاين. اتكلمنا عن بارامترز ما حليناش عليها اللي هم البوزيشن، وده بعد عن الاوريجين، الديسبليسمنت وده الفرق ما بين مكانين وده احتمال يبقى بوزيتيف او نيجاتيف او زيرو، والتوتال ديستانس اللي هي رمزها اس تي، ودي المسافه اللي همشيها ما بين مكانين. في كرايتيريا هتتعرفوها وتتعلموها بالتفصيل لحساب الدلتا اس وحساب الاس تي ان شاء الله المحاضره الجايه. من البارامترز اللي اخذناها برضو وما حليناش عليها هي الافريج فيلوسيتي والافريج سبيد. كلمه افريج معناها كلمه كونستانت، بديل للتغير اللي بيحصل هجيب قيمه متوسطه، قيمه ثابته. لكن النهارده المحاضره كانت متركزه على ايه؟ متركزه على استخدام الثلاث معادلات دول، ان ال V بتساوي دي اس باي دي تي، ان ال A بتساوي دي في باي دي تي، وان ال A بتساوي V دي في باي دي اس. خليتكم تشوفوهم بطريقه مختلفه ما تعودتوش عليها، ان ال V بتساوي دي باي دي اس باي دي تي، هي علاقه ما بين ال V وال S وال T، كذلك اللي بعدها، كذلك الايه اللي بعدها. وده ما يمنعش استخدامكم للاختصارات اللي انتوا عارفينها من الدراسة السابقة، ان لو المسألة فانكشن في التايم اعمل ايه، لو فانكشن في الفي اعمل ايه، وهكذا. في المثال ده اكدنا على الترجمة، ان الترجمة مش مقصود بيها ترجمة كلام المسألة الكلام بالعربي، ترجمة المسألة المقصود تحويل الكلمات اللي موجودة لايه؟ لرموز، رموز محطوط قدامها علامة استفهام او محطوط قدامها شوية ارقام. كمان كلمة short time، سؤال زميلنا بتاع استخدم قوانين الكونستانت ولا لأ، هو الراجل بيأكد لك ان انت خلال الفترة بتاعت المسألة ديت كنت بتشتغل variable، وبدأنا نتحرك ما بين القوانين اللي احنا عارفينها. اتعلمنا في الاكزامبل دوت ان انا كلمة fired معناها ان الانيشال velocity ليها value، وكلمة downward اديتني sense of the value هي positive ولا negative. اتعلمنا سوا نقرأ الرسمة وعرفنا بيبقى فين الاوريجين، وطالما راسم الاس بسهم يبقى ده اتجاه البوزيتيف بتاع الموشن. اتعلمنا كمان ان 4 سكند افتر ات فايرد معناها ان هو مدينا دلتا تي مش مدينا التايم تي. اتعلمنا كمان في الاكزامبل دوت ان انا ممكن اغير الجيفنز، حولت الجيفنز بما انه كان طالب الاس عند تي فلقيت الطريق صعب، فحولته بقى انه عايز الاس عند الفي، لان انا اوريدي كنت عارف الفي عند التي ايكوال ايه ايكوال 4. واخر مثال عندنا كان بيأكد على معنى كلمة released from rest. كلمة released from rest معناها انها في نود ايكوال 0. ومن اصعب المسائل اللي بيبقى فيها integration و derivative هي المسائل اللي فيها acceleration function في الاس، لان لو الاكسيشن فانكشن في الاس بتبقى انت مضطر تستخدم القانون اللي هو v بتساوي دي اس باي دي تي، وده في الغالب بتبقى الفي جايه فانكشن v باور حاجه، فلازم تتخلص من الباور قبل ما تشيل الفي وتحطها دي اس باي دي تي. بكده يبقى انا خلصت كل اللي محتاجكم تعرفوه. طبعا الملحوظه ديت انا هسيبها كده متشخبط عليها، عشان فعلا ده خطا شائع مش عايزين اي حد مننا يغلط فيه. تعالوا ننهي الريكورد بتاعنا.